الحدث اللي صار في الأولاد ثلاثة أنتوا ناجحوا الجزائر، منهم زوج أتبع طريقة تيجانية، واحد من جبل العمور إبراهيم يسمى من المحبين. أما أبو مدين حميدة هو من عام ماضي، وساكن في عام ماضي ومن أولاد عام ماضي، وشطم أحمد هو من ورقلة هنا من المحبين التجانيين، ولكن رب العالمين قدر عليهم هذا القدر، فكل نفس دائقة الموت. ولكن احنا كما قال رجل كلامنا قلناه بقوة، وقلناه على الإنسان الجار ما حقوش يد الجار، وهذا مسلمين وينطقوا بالشهادات ويخدموا على أولادهم. هذا شطم أحمد عنده سبعة تسعة، وابو مدين عنده تسعة أولاد، والآخر إبراهيم يعلم ربي وش عنده، ولكن ناس مسالمين وقادين يخدموا على أولادهم وقادين يخدموا على الاقتصاد الجزائري. ومن من 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 ورقلة إلا موريتاني يسمى هذا مسوا الجزائر ومسوا موريتانيا، وهذا ترهيب نتاع الطرق مش مليح على الإنسان. هما قدر عليهم الله سبحانه عز وجل، وماتوا موت العز، وماتوا موت نتاع الشرف، وماتوا موت اللي يبقوا شهداء عند الله سبحانه عز وجل. أما احنا المسلمين ما حقناش ندو بعضنا بعض، وهذه الكلمة احنا نقولوها ونقولوها قدوة ومنقدوا عليها. أما اللسنة هذه ربي دار اللسان يتحدث، ولكني اللسان حق يقول كلمة الحق وكلمة الوجه. يا هل ترى أنا نسول هذ الناس اللي طلقوا لسنتهم لو صرات في أولادهم هذا الشيء يقبلوها ما يقبلوهاش؟ وعليها تقبلها في أخوك المسلم، وعليها تقبلها في اللي خطيك. ولكني ربي إن شاء الله هو اللي يبين الحق، وإحنا فوضنا أمرنا لله سبحانه عز وجل، ولكن يطمئن القلب بالرئيس خرج بيان قوي، وهذا رئيس الجمهورية ومؤسساته العسكرية وغير العسكرية. ولكن إحنا خلينا الأمر عد رئيس الجمهورية، نقول له يا سيد الرئيس إحنا رانا من مواطنين الجزائريين المخلصين اللي نحبوا الجزائر، لأنه الجزائر هذا ضحت عليها مليون ونصف المليون شهيد، ما ضحاش عليها كما قال رجل قوي واحد، والله ضحت عليها مليون ونصف المليون شهيد، والجزائر سقط بدم الشهداء، ودم الشهداء احنا بقى امانه في اعناقنا، ونتهلاو فيه ونقولوا الشهيد نطلبوا له الرحمه، والمجاهد نقولوا ربي ان شاء الله يعطيه صحه الابدان. وحنا فوضنا امرنا لله سبحانه عز وجل، واللي الرئيس نتاعنا كيخرج البيان القوي قولوا له يا سيد الرئيس احنا انت راك رئيس الجمهوريه مؤسستك قويه، واللي تحب تديرها احنا قابلينها ومرحبا بها وسهلا، وانتم جزاكم الله عنا خير. كل من جاء وعزنا من بعيد والله من قريب نقول له جزاك الله عنا خير.